حياكم الله. نعيد أولا عليكم وعلى المشاهدين وعلى الأمهات جميعا، كل عام وأنتم بخير. الوضع الأمهات اليوم لامسناه على الواقع، ولامسناه في زيارتنا اليوم. نزلنا زيارة لبعض الأسر وخاصة الأمهات، والله إن الوضع يدمي القلب. يعني أردنا أن ندخل الفرحة ولو بصيص أمل لهؤلاء الأمهات، ولكن الوضع الذي يعيشنه وخاصة أمهات المخفيين قسرا يعني مؤلم جدا. أبرز ما القوم لفت غير. انتباهك؟ أبرز ما لفت انتباهي هو حنين الأمهات، انتظارها للأمل. أحيانا يقول لها خلاص قد ابنش مات، ما عاد فيش أمل، وتبكي بحرقة. والله اليوم إننا إحنا والبنات المجموعة اللي نزلنا نشاهد أو نسلم على هؤلاء الأمهات، أننا يعني بكت قلوبنا قبل أن تبكي عيوننا من حزن الأمهات على أبنائهن. أيضا الأطفال الصغار في انتظارهم لآبائهم بالعيد، الأطفال كبروا، الأطفال أصبحوا يعني يافعين وآبائهم داخل السجون.